بعيدا عن المناطق النائية وأطراف البصرة، تجولت كاميرا التغيير وسط مركز المدينة، سوق العشار تحديدا، حيث مشهده المؤلم. أراض تشبعت بالنفايات والتجاوزات على الأرصفة دون رقابة تذكر لبلدية محافظة البصرة. التنظيف لا مو صحيحة، ما قاعدين ينظفون هاي النفايات. شوفها ترس الشارع، الله وكيل، هاي النفايات كلها ترس الشارع. شوفها حش السامع زبالة بالعشار. ها شوف العشار متروس، عندك الحيانية، عندك يم الداخلي، عندك كلها، عندك القبلة، كلها متروسة زبالة، ما تهد واجب بلدية. وتتعدد أسباب انتشار النفايات في مركز محافظة البصرة، منها تأخر دفع رواتب عمال التنظيف، ما يتسبب بإضرابهم عن العمل، لتترك النفايات متراكمة بهكذا شكل قتل جمال المدينة التي كانت تعرف سابقا بجوهرة الخليج العربية. نهائيا ماكو أي إنصاف ويا عامل النظافة، لأن عامل النظافة يتأخر راتبه شهر وشهرين وشهر ونص في سبيل تلكئ مال، يعني وشغلات بسيطة. يعني هو المفروض أول ينحسب راتبه هو هذا الشخص، زين. وهسه هتي شوف بعينك، يعني إذا غاب بالبلدية يوم واحد الشارع يمتلي، العفو، عامل النظافة الشارع يمتلي وساخة، وإذا غاب المدير عدة أسابيع ما يأثر على الدولة. أكو أسباب، يعني أنا شايف هسه أكو يعني مناطق ما يطلعون بيها ما ينظفون. شنو السبب؟ يعني يقول ماكو رواتب، كانوا يجرون لهم رواتب العالم تطلع تنظف. شوارع تنتظر وعود المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجديد الرقابة ومحاسبة المتجاوزين واستقطاب شركات التنظيف العالمية التي تعمل بالمجان عن طريق شراء القمم وتحويلها لطاقة يستفاد منها بعيدا عن أضرارها الصحية وتشويهها لشكل المدينة كما يحصل حاليا في شوارع البصرة. لقناة التغيير، أركان تقييم.